الحادي عشر: الطفل الذي دون السبع يجوز أن يغسله الرجال أو النساء. قال ابن المنذر رحمه الله: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن المرأة تغسل الصبي الصغير. قال أحمد: لهن غسل من له دون سبع سنين. المغني. ودليل هذا أن إبراهيم ابن محمد صلى الله عليه وسلم غسلته النساء، مع أنه ذكر لكن لأنه دون سبع سنين، لأنه مات في الرضاعة قبل أن يفطم، يعني قبل السنتين، ولأن عورة من دون السبع لا حكم لها. فإذا ماتت طفلة لها أقل من سبع سنوات فلأبيها أن يغسلها، وإذا مات طفل له أقل من سبع سنوات فلأمه أن تغسله، فإن ماتت طفلة لها سبع سنوات فأكثر فليس لأبيها أن يغسلها، لأنه لا يغسل الرجل المرأة ولا المرأة الرجل. شرح الممتع. قال أبو داود: قلت لأحمد: الصبي يستر كما يستر الكبير، أعني الصبي الميت في الغسل. قال: أي شيء يستر منه وليست عورته بعورة ويغسله النساء؟ طبعا هذا الصبي دون السبع، دون سن التمييز. وقال النووي: إذا مات صبي أو صبية لم يبلغ حدا يشتهيان، لأن الآن الزمن يختلف والنفوس تختلف والجرم والجسد يختلف والشكل يختلف. قال: إذا مات صبي أو صبية لم يبلغ حدا يشتهيان جاز للرجال والنساء جميعا غسله، فإن بلغت الصبية حدا يشتهى فيه لم يغسلها إلا النساء، وكذا الغلام إذا بلغ حدا يجامع ألحق بالرجال. وكره بعض العلماء للرجل تغسيل البنت الصغيرة، يعني حتى البنت الصغيرة لا يتولاها أبوها. قال ابن قدامة: فأما الجارية الصغيرة فلم يرى أبو عبد الله، يعني أحمد، أن يغسلها الرجال، وقال: النساء أعجب إلي. وذكر له أن الثورية، يعني سفيان، يقول: تغسل المرأة الصبية والرجل الصبية. فقال أحمد رحمه الله: لا بأس أن تغسل المرأة الصبية، وأما الرجل يغسل الصبية فلا أجترئ عليه. أحمد قاله في زمانه، فكيف بزماننا؟ قال: إلا أن يغسل الرجل ابنته الصغيرة، فإنه يروى عن أبي قلابة أنه غسل بنتا له صغيرة. والحسن قال: لا بأس أن يغسل الرجل ابنته إذا كانت صغيرة. والصحيح يقول ابن قدامة في المغني ما عليه السلف من أن الرجل لا يغسل الجارية، يعني البنت الصغيرة، والتفرقة بين عورة الغلام والجارية. يعني ليش المرأة تغسل الصبي؟ قال: لأن عورة الجارية أفحش، ولأن العادة معاناة المرأة للغلام الصغير، لأن أصلا تغسلهم صغار وتنظف وتطهر العورة وتزيل النجاسة، فهذه معتادة عليه وهذا شأنها. قال: ولأن العادة معاناة المرأة للغلام الصغير ومباشرة عورته في حال تربيته، ولم تجري العادة بمباشرة الرجل عورة الجارية في الحياة، فكذلك حالة الموت، والله أعلم. المغني. إذن الخلاصة: الإناث لا يغسلهن إلا الإناث. الثاني عشر: يجوز للرجل أن يغسل زوجته، ويجوز للزوجة أن تغسل زوجها، وهذا كلام عامة أهل، وعلى هذا عامة أهل العلم. ويدل على ذلك ما رواه مالك في الموطأ عن عبد الله بن أبي بكر أن أسماء بنت عميس غسلت أبا بكر الصديق حين توفي، هي زوجته،
ثم خرجت فسألت من حضرها من المهاجرين فقالت إني صائمة وإن هذا يوم شديد البرد فهل علي من غسل؟ قالوا لا. قال النووي هذا الإسناد منقطع، وقال ابن كثير في إرشاد الفقيه منقطع جيد، يعني بقية السند جيد بقي الانقطاع. قال الباجي يدل على جواز غسل المرأة زوجها بعد وفاته، لأن هذا كان بحضرة جماعة الصحابة وموضع لا يتخلف عنه في الأغلب أحد منهم، أكيد حضر عمر وعثمان وعلي الصحابة، ومثل هذا مما يجزي فيه أن يتحدث به وينتشر، ولا سيما أن أبا بكر رضي الله عنه أوصى بذلك ولم يعلم له مخالف، فثبت أنه إجماع المنتقى شرح الموطأ. طيب لو قال واحد يعني ما في دليل آخر، نقول بلى، فقد صح عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسله إلا نساؤه، رواه أبو داود وهو حديث صحيح. ونقل ابن المنذر في كتابيه الإشراف على مذاهب الأشراف وكتاب الإجماع أن الأمة أجمعت أن للمرأة غسل زوجها، وكذا نقل الإجماع الإمام أحمد فقال ليس فيه اختلاف بين الناس يعني العلماء. وشرط جواز تغسيل المرأة لزوجها، أيوة طبعا. الدليل آخر روى ابن ماجه عن عائشة قالت رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من البقيع فوجدني وأنا أجد صداعا في رأسي وأنا أقول ورأساه، فقال بل وأنا يا عائشة بل أنا يا عائشة ورأساه، ثم قال ما ضرك لو مت قبلي فقمت عليك فغسلتك وكفنتك وصليت عليك ودفنتك. وفي أنها قالت إذن تجدك آخر اليوم معرسا ببعض نسائك. الحديث فيه ابن إسحاق عنعن وهو مدلس ما صرح بالتحديث، وفي رواية ابن هشام في السيرة التصريح عنه بالتحديث، ولذلك حسنه الشيخ الألباني، ضعفه النووي الزيلعي. الحديث أصله في البخاري، وابن الجوزي قال لم يقل غسلتك إلا ابن إسحاق يعني في روايته. قال البيهقي والحفاظ يتوقون ما ينفرد به يعني ابن إسحاق كما في البدر المنير. وعلى أي حال فقد ورد في بعض الروايات عند البيهقي أن فاطمة أوصت أن يغسل علي بن أبي طالب وأسماء بنت عميس، ولكن سندها ضعيف. بمجموع ما تقدم الزوج يغسل الزوجة إذا ماتت، والزوجة تغسل الزوج، ولكن في حالة واحدة لا تغسل الزوجة زوجها، فما هي؟ إذا خرجت من عدة الوفاة قبل أن يغسل، ومثاله حامل مات زوجها وهي في نهاية الحمل، مات العصر ولدت المغرب، خرجت من العدة وانقطعت العلاقة الزوجية فصارت أجنبية، الآن تستطيع أن تتزوج لو أرادت. ويحدث هذا يعني لو أردنا يعني الآن بعض الأحيان يكون الشخص أو يموت غائبا، يموت في مكان بعيد، تنقل الجثة ما يصل إلى مكان إلا في كذا وقت كان، المهم يتأخر تغسيله في ظروف قد تحدث الآن يعني، ويصل بعد ما تخرج مرأة من عدتها مفقود، يعني هناك أسباب كثيرة، يوضع في الثلاجة الميت وحتى يجدوا يتعرفوا على شخصيته، المهم أحيانا يتأخر التغسيل والتكفين والصلاة والدفن بعض في ظروف. ففي هذه الحالة لا تغسل المرأة زوجها لانقضاء العدة قبل تغسيله. نكتفي بهذا القدر، وسنعود بإذن الله لإتمام الموضوع في الدرس القادم، وصلى الله على نبينا محمد.